تمام. نفسي اصور ختام حلقه واحده مع الضيف بتاعها. معلش بقى نصيبك كده. انا بعبر عن امنياتي يا فندم. عبر، ما تخليش في نفسك حاجه. ها ماشي ريك يا عم، جاهزين؟ 3 2 1 اكشن. وفي نهايه الحلقه بحب اشكر ضيفتي وبشكرها انها استحملت غلاستي، والاسبوع الجاي انتظرونا وحلقه جديده مع وزير التعليم. راحة فين يا حلا؟ نص ساعة وراجعة. لسه القفلة بقية الحلقة. ما تأخرتش عليك صح؟ نص ساعة، يلا. لا اتأخرت، أنا زهقت أوي، الحلقة مملة بصراحة. أنت بارد على فكرة. شربت حاجة؟ ولا الهوا. بيفيه؟ تاخد إيه؟ شاي من غير ولا معلقة سكر. واحد شاي والنسكافيه بتاعي. تعالى يا مالك. اتفضل. اتفضل هنا؟ أيوه. طب ما تيجي نقعد في أوضتك أحسن بدل القعدة هنا قلق كده مش فاهم. لا تعالى أجرب عليك بروفا. والله؟ هو ده المكان اللي هيقعد عليه وزير التربية والتعليم؟ ايوه. ماشي، يا رب بقى كلامنا انا وانتي ما يتسربش. خلاص رجعت؟ الحمد لله على السلامة يا شيخ، يخرب بيت السفر اللي بيبعدنا عن بعض ده. اه والله العظيم عندك حق، بس خلاص كفاية بقى. قررت تقعد بقى. شكلها المرة دي مش بمزاجي يا حلا والله. أخبار يوسف إيه؟ من الواضح إن أنت بتشوفه أكتر مني. أهو زي ما هو، جسم بغل بدماغ عصفورة. معاك حق. كنت بتقولي ان انت عاوزني في موضوع حساس. موضوع ايه؟ انت متأكدة ان الكاميرات دي مش شغالة؟ يا ابني في ايه؟ ما قلتلك احنا في بريك اصلا. طب بص يا ستي، انا قررت ان انا اتجوز. تتجوز؟ مالك كمال يتجوز؟ مالك بتاع البنات والسهر والسفر؟ بس 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 ايه هتفضحيني؟ هتتجوز تاني؟ ايوه. اسمعيني بقى، البنت اللي انا هتجوزها دي لبنانيه. لبنانيه؟ اكيد لازم تتجوز لبنانيه. انتوا عيله متخلفين عقليا، اسمعيني يا بنتي. قول. البنت اللي انا هتجوزها دي لبنانيه وعايشه في دبي، وانا اتعرفت عليها هناك. المهم بدون دخول في تفاصيل، انت عملتي انترفيو مع اختها هنا في القناه. مين اختها؟ دارين. دارين بلحمها وشحمها؟ قصدك بلحمها ولحمها. مش هتتغير برضه. المهم البنت اللي انا عايز اتجوزها دي ملهاش دعوه بدارين خالص. اوكي. كل اللي انا عايزه منك ان انت تظبطي لي ميعاد مع دارين لو تعرفي. يا ابني دارين دي بتقل عمى وما بتقنيش. مش لازم انت يا حلا، اي حد من اللي انت كنت هتفضحيني قدامهم دول ممكن يظبط لي الميعاد. انا ممكن اتصرف، بس انت عاوز تقابلها امتى؟ اسرع وقت.